لأنكم معلمو كل الصنوف والتشكيلات، هدفكم العودة بهم إلى السياقات. رجال المفتشية العسكرية بعد قليل سيزوركم، الداعم الأول لكم ولكل المديريات والقيادات. معالي وزير الدفاع. نرحب بكم أجمل وأفضل ترحيب في رحاب مؤسسة المفتشية العسكرية العامة. سيدي العزيز، السادة الحضور، منذ استلامي مسؤولية هذه المؤسسة العريقة، حيث أكملت مسيرة وخطط من سبقني من أخوتي من الضباط والقادة، والذين كان لهم الدور الكبير والفاعل في توسعة الجيش ونموه أفقياً وعمودياً، وساهموا بشكل مباشر وغير مباشر بالكثير من النجاحات والانتصارات. بذلت جهد متميز، وحقيقة بدت ثمرات التفتيش تظهر. احنا تدرون هذا الموضوع، التفتيش موضوع مهم جدا، واذا حضراتكم من تدخلون يم السيد المفتش العسكري العام تشوفون صور الاشخاص والقادة اللي توالوا على هذا التشكيل، كلهم من عباقرة الجيش حقيقة. من تجي عليهم واحد واحد تشوفهم كلهم قادة متميزين، وبالتالي يصبح مفتش. التفتيش بمهمتين، بمهمة تعليمية ومهمة فحصية. أطلب من عندكم أخواني أنه تعلمون أكثر مما تفتشون، وإن شاء الله أنا أخوكم حاضر لأي دعم، وإن شاء الله أنا حاضر وأشكركم كثيرا. تشرفنا بزيارة السيد معالي وزير الدفاع الفريق الركن جمعنات سعدون، بزيارة حقيقة تعتبر مميزة ومهمة جدا، وتأتي لمتابعة الأداء العام لقطاعات الوزارة، لقطاعات الجيش العراقي التابعة لوزارة الدفاع. اليوم زيارة المفتشية العسكرية العامة رسالة مهمة جدا على اهتمام أهم صانع قرار ومتخذ قرار وأعلى رأس هرم موجود في هذه الوزارة، بأن هذه الوزارة تخطط بناء على تقارير علمية وعملية تعتمد الرأي الاختصاصي. العرض اللي قدمته اليوم هيئة الجاهزية والإداء المؤسسي طبعا عرض مهم جدا، اعتمد معايير عالمية تعتمدها جيوش عالمية متقدمة من ضمنها حلف الناتو، واللي يعتمد بها دراسة كاملة لمرتكزات الأفراد والأسلحة والمعدات والبنى التحتية. طبعا بالتأكيد حالة القلق الإيجابي اللي يعيشها القادة والآمرين من حالة التفتيش هي حالة إيجابية، لأنه تحفزهم على العمل، تحفزهم على سد الثغرات. لكن توجيه السيد معالي وزير الدفاع، وهو توجيه سابق أيضا، وكذلك توجيه السيد رئيس أركان الجيش، أنه هذه السنة احنا تدري سنة تفتيش تعليمي للقطاعات قيادة قوات البرية وفحصي لقطاعات المقر العام. وبالتأكيد تفتيش التعليمي راح يكون بالمعلم، فتش هو معلم وبنفس الوقت فاحص لقدراتهم ومؤتمن على نقل صورة حقيقية وفق الأسس اللي اعتمدناها. We'll be right back.